المحكمة تجبر أمريكا على إبلاغ الشرطة قبل كل علاقة عاطفية. إزاي يعني؟ يكلم 911 قبل كل 1؟ مش هي أو ليلة الخميس يكلم البوليس بقى؟ ممكن. عادي ممكن برضه. تيس نادر يباع بمبلغ 50,000 دولار في المملكة السعودية، وتم تأمين التيس بمبلغ 50,000 دولار أخرى جاست إن تيس. قلشة وحشة قوي يا شادي. تيسك يا خالد. شكرا. سيدة تمتلك في جيناتها كافة الأعراق العربية، ومعنا للتعليق على الخبر الأستاذة سهير، حيوها معانا. أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مساء الخير. كلميني عن الموضوع ده، هل أنت فعلا عندك كل الأعراق دي؟ طبعا. انا محدش علمني لهجات، بس اكتشفت ان هم بيطلعوا تلقائي بقى في مواقف معينه. يعني عندي عرق مصري، عرق لبناني، تونسي، شامي، تقدر تعتبرني الحلم العربي. ونعم العروبه الصراحه. طب مش هتورينا حاجه كده؟ ايه قله الادب دي؟ ايه لا حضرتك فهمتيني غلط، قصدي نشوف عرق من العروق يعني نفهم اكتر. لا ليه، هو انت بتقلب في التلفزيون مثلا؟ انا بقول لك بيطلعوا في ظروف معينه. ايوه ظروف معينه. طب وايه بقى الظروف اللي بتطلع العرق اللبناني؟ لا العرق اللبناني محتاج كده يعني حاجه منخشه مثلا، فاهم؟ منخشه. طب ما تيجي نسهر سوا الليله. اوه ما نقصاش حديتك المسخ ده. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ هتاوي جتتك ومحدش هيعرف يلاقي لك طريق جره. ده العرق الصعيدي. طب اهدي يا كبيره، مش انت قلتي منغشه؟ ايوه ده تحرش مش منغشه. لا محتاجين حاجه انعم. حاجه انعم. حاجه انعم. اوكي انا فهمت. طب انا لما شفتك حسيت قلبي مال من ناحيتك. شنو هذا يا الخايس؟ مين؟ ايه خايس دي؟ إيه الله، ايه اللي طلع عرق الخليجي ده بس؟ مش حضرتك قلت مال؟ لا اقصد قلبي مال ناحيتك. اوكي معاك حق، غلطتي انا دي، انا اسف. لا العرق اللبناني بقى بيحب الكلام الحقيقي، الكلام اللي طالع من القلب. يعني من القلب، يعني مش مال وكلام الاغاني البايخ ده. لا قول اللي جواك. اباحة على طول يعني؟ لا اللي جوه قلبك مش اباحة. اللي جوه قلبي. سوري. انا افتكرت انت جميلة قوي. جرايا ايه ده؟ ما تقف حاجة كنت تتكلم عادل. إيه؟ نعم. ايه الماما يا كبلة يا اللي تجيب العلة؟ يا ريح يا بنفس يقرا يقرا انت يا اللي المية تهرب من سحلتك والمجاري تطفح بس في دخلتك. الله يخرب بيتك. ايه ده؟ ده عرق البطنية ده ولا ايه؟ ايه ده؟ بهدلتني. لا يا فندم انا بجد اسفه، بس عندي مشكله ان العرق المصري يعني نسبته اكتر من 90%. طاغي على وطافح على الباقي. طيب ايه اللي معايا؟ طب ايه اللي زعل العرق المصري في اللي انا قلته بس؟ طيب مش عارف، حاسه انك متغير معايا، حاسه متضايقه. هو العرق المصري، هو مفيش، هو الغاز كده العرق المصري. بصي طب ما بالراحه شويه يا استاذه سهير. بقول لحضرتك بيطلعوا غصب عني. اعمل لك ايه؟ ما تطلعش اعراق اهلي معاك بقى. طب بالراحه بالراحه بقى، بس وليه كل العروق عندك عصبيه وبتشتم كده؟ تشتم؟ دي شنو هذا؟ دي يعطيك بدله على لونك، يعطيك ديه. اتكلمت على البدله ولا قالت انا بقى؟ لا لا خلي التربيه. ايه لا حول ولا قوه الا بالله، واضح اني عصبت الجامد. لك يحرق قلبك بقى، لك العمه بقلبك شو حيوان، لك جحشوله. يا نهار اسود، تونسي وسوري؟ لا الاخراني ده تركي. تركي؟ لا ده مش تركي خالص. لا ده تركي، هم بيتكلموا كده في المسلسلات. نعم. طب خلاص لو النبي. طيب تصدق انا راجل عرق ان انا عملت الانترفيو ده. حيوا معانا استاذه سهير. وكانت هذه اخر فقره في امن انباء، كنت مع شادي الفونس وانا خالد منصور وسام عباره.